لعل ما خشيته في حياتك كان هو طوق النجاة بالنسبة لك، لكنك أبديت رغبة في امتلاك بديله، والذي أدى بك إلى تلك الطرق والتي أتت بك حيث أنت الآن. أنت الآن أمام صدام مع نفسك، الحياة أطاحت بك وألقتك أرضا، كل قول وكل فعل أقدمت عليه سابقا، كل قرار اتخذته كان بمثابة خطوة جديدة في هذا الطريق. لم يجبرك أحد على شيء، أنت وحدك كنت المتحكم، أنت من خط طريقك بنفسك، فلا تلقي اللوم على أحد ولا تسعى لأن تبدل الحروف، لكن فكر الآن فيما يجب أن تفعل. لا سبيل للعودة للخلف، ولكن ما زال بإمكانك أن تعدل عن ذاك الطريق، ما زال في ساعتك قوة لتوحد طريقك، لا تزال فرشتك بها بعض من الألوان حيث يمكنك رسم فصل آخر في حياتك. لم يمض الوقت بعد وأنت لست بعاجز، وإن أصابك الشيب فالشيب محض مرحلة من عمرك، لكنك تعجز فقط عندما تتوقف.